فإله مع الله قليلا ما تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اليوم نتابع رحلتنا التدبرية في رحاب سورة يوسف، سورة عظيمة جدا كلها عبرة أيها الأحبة. بعدما أخذوا هذا الطفل الصغير الضعيف سيدنا يوسف وألقوه في غيابة الجب، وكان الله معه في أشد الأوقات وأصعب الأوقات، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، فالله تبارك وتعالى لم يتخلى عنه وهو ضعيف، كذلك لن يتخلى الله سبحانه وتعالى عن أي إنسان مؤمن يتصل ويتوكل على الله تبارك وتعالى. بعدما أخذوا هذا الطفل الصغير ووضعوه في الجب وذهبوا، بدأوا يفكرون يعني خدعة جديدة يخدعون أباهم بها. ماذا يعني لو قالوا له إن ابنك هرب أو ضاع أو كذا سيرسلهم ليبحثوا عنه، لم يجدوا إلا أن يقولوا له نفس المعلومة التي هو أعطاهم إياها. تذكرتم ماذا قال لهم عندما قال وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون؟ قالوا وجاءوا أباهم عشاء يبكون، تأخروا إلى العشاء. لماذا؟ لأنهم حاولوا أن يخترعوا أي حيلة، لم يجدوا إلا نفس المعلومة التي أخذوها من الأب. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نتسابق يعني، وتركنا يوسف عند متاعنا، لأنه صغير وغير قادر على أن يسابقنا، فتركناه عند المتاع يعني اللباس والكذا والأكل والطعام والشراب. فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يعني حتى لو كنا صادقين أنت لن تصدقنا. ونحن يعني انظروا إلى هذا الكلام الجميل البريء مع البكاء مع الدموع، يعلمك القرآن لا تنخدع، انظر دائما إلى باطن الأمور ولا تنظر إلى الخارج. إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. هنا الأب أدرك أن الذئب لم يأكله، أدرك ذلك. لماذا؟ لأنه هو الذي أعطاهم هذا الطعم، هذه المعلومة، فوقعوا بها. علم أن هناك شيئا دبروه لهذا الطفل ليتخلصوا منه، ولكن لم يمت، هذا الطفل لم يقتل لم يمت، هو موجود ولكن أين لا يعلم، الله أخفى عنه هذا الأمر لحكمة ستتحقق فيما بعد. ماذا قال لهم؟ طبعا قبل ذلك جاءوا بكلام معسول وجاءوا بإثبات مادي، وجاءوا على قميصه بدم كذب، يعني جاءوا مثلا بذئب وقتلوه ووضعوا دمه على قميص سيدنا يوسف، وقالوا يا أبانا هذا ما تبقى من هذا ما استطعنا أن نعثر عليه هو القميص، ووضعوا عليه الدم. لماذا؟ ليبعدوا أي احتمال أن يقول لهم لا الذئب لم يأكله، اذهبوا وابحثوا عنه. خطة خادعة وخطة خبيثة يعني بكل المقاييس أيها الأحبة. على الرغم من ذلك الأب صبر سبحان الله. وجاءوا على قميصه بدم كذب، يعني تصوروا إنسان عندما يرتكب جريمة يحاول أن يخفي معالم الجريمة ويصرف انتباه الناس لكي لا يبحثوا عن شيء. فهم أخذوا القميص ووضعوا عليه دم، وجاءوا به إلى سيدنا يعقوب، وجاءوا على قميصه بدم كذب، يعني هذا القميص وهذا الدم والذئب أكله وهرب وانتهى الأمر، وبالتالي يجب أن كما قالوا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني إذا قتلتم هذا الطفل
تكونوا قوما صالحين، لأن وجه أباكم سيخلو لكم. هذا مقياس فاسد أيها الأحبة. وجاءوا على قميصه بدم كذب. تصوروا، لم يقل القرآن كاذب، قال الدم كذب ليؤكد حجم المؤامرة والكذب والضلال الذي كانوا فيه، وهم يتهمون أباهم بالضلال عندما قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين. سبحان الله، هذه المفارقات تجعلك تحتار كيف يفكر هؤلاء الناس. على الرغم من ذلك، كأن القرآن يقول لك لا تحزن مهما تعرضت لخدائع أو إساءات أو أذى أو أصابك ضر في أبنائك، في إخوتك، في من تحب. الله تعالى هو الذي يتحكم بهذا الكون، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. هذه النتيجة التي وصل إليها سيدنا يعقوب في أواخر القصة. ماذا قال لهم وهو يرى هذا الدم ويرى القميص وابنه الغالي إلى قلبه الذي لم يتحمل فراقه لمدة نصف يوم؟ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به. لا يتحمل نصف يوم، كيف سيتحمل هذا الفراق لسنوات؟ هو يعلم أنه سيعود، ولكن متى؟ الله أعلم. ماذا قال لهم أيها الأحبة؟ لم يصدقهم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، لقد وسوست لكم هذه النفس أنكم فعلتم أمرا ما أنا لا أعلمه. لأن يعني هنا أيضا عبرة أن حتى الأنبياء لا يعلمون الغيب. لا تصدق هؤلاء المشعوذين، هنا أيضا عبرة. يأتيك مشعوذ، يأتيك إنسان ضال مضل، يأتيك إنسان يفهم بالأبراج والتنجيم وغير ذلك، ويقول لك سيحدث معك كذا وكذا، كله كلام فارغ. إذا كان يعقوب وهو نبي كريم من سلالة الأنبياء لا يعلم الغيب، وهي قضية مهمة، قضية ابنه المهمة جدا لا يعلمها، كيف يأتي شخص يقول لك أنا أعلم الغيب؟ هذا الأمر يعني يجب أن نكون حذرين منه أيها الأحبة، ونستفيد من هذه الآية أنه لا يعلم الغيب إلا الله. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. طيب ماذا هنا فعل؟ هل ضربهم؟ هل بدأ بشتمهم؟ هل بدأ يعني الانفعال والغضب وكذا؟ انظروا ماذا قال. فصبر جميل. فصبر جميل، هذا أعلى أنواع الصبر، الصبر الجميل. يعني أنا سأكون قانعا محتسبا مطمئنا، هذا قضاء الله أرضى به. لن أصبر صبرا يعني وأنا مضغوط أو منفعل أو لا، لا، صبر جميل، أتقبل بصدر رحب. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. قمة الروعة، قمة القوة يا أخي. هذه إثباتات مادية على أن هذا القرآن كلام الله. أعطوني كتاب يتحدث بهذا المنطق، بهذه العبرة. أين كتبكم المقدسة التي تدعون أنها مقدسة؟ أين الأساطير التي تجمعونها وتقول هذا هو التاريخ وهذا هو الواقع؟ أعطوني كتابا يعطيني هذا الكم الهائل من العبرة، هذا الكم من الصبر. ونحن نعلم طبيا أيها الأحبة مساوئ الغضب ومساوئ الانفعال. سيدنا يعقوب لم تصبه جلطة مثلا قلبية أو دماغية، لم يجلس ويعني يندب ويشتم وكذا وكذا وكذا، لا لا، هو بكل بساطة قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذه العبارة حبذا أحبتي في الله أن نحفظها، احفظها كما تحفظ اسمك. كلما تعرضت لإساءة، وللأسف في هذا العصر عصر المعلومات، يعني أنت تأتيك إساءات من كل جانب، هذه الآية مواساة لك أيها المؤمن. كلما أتتك إساءة من إنسان حتى لو كان من أعز الناس إليك أو أغلى الناس إليك أو أقرب الناس إليك، ينبغي أن تقول دائما أن تقول فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذا هو علاج لأمراضنا النفسية، هذا أفضل علاج لمشاكلنا اليوم، الصبر الجميل والاستعانة بالله.
دققوا معي، الصبر لا يكفي، حتى الملحد يصبر عندما يصيبه مرض هو مضطر، ولكن هنا الصبر مع الاستعانة. دائما في القرآن يأتي الصبر أحيانا مقرونا بالاستعانة، واستعينوا بالصبر والصلاة. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، يعني أنت دماغك أعطاك نوع يعني عقيدة في دماغك تضعها أنك ستصبر على هذا الأذى، ولكن بنفس الوقت أنت تصبر من أجل الله وتتكل، يعني المستعان يعني أنا أستعين بالله، ألتجئ إلى الله، أتوكل على الله، يعني أطلب من الله هو الذي يحل هذه المشكلة. هذا هو التسليم الكامل لله عز وجل الذي طلبه القرآن منك أيها الإنسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وإلى لقاء قادم لنستكمل هذا التفسير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون.